السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الثانوية العامة. بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، إن شاء الله النهاردة هنعرف مع بعض طريقة تسجيل الرغبات بشكل صحيح وبدون أخطاء. طبعا الوزارة كانت أعلنت إن الحد الأدنى للشعبة العلمية هو 400 درجة فيما فوق، وده بنسبة 97.60%، وده بنسبة 30,855 طالب. أما بالنسبة ل الشعبة الهندسية فكان الحد الأدنى 387 درجة فيما فوق، وده بنسبة 94.40% بنسبة 16,665 طالب. أما الشعبة الأدبية فكان الحد الأدنى ليها 327.5 درجة فيما فوق، وده بنسبة 79.90% بعدد طلاب 102,165 طالب، وكده الإجمالي كله كان 149,685 طالب. نيجي للمرحلة المهمة اللي بعد كده، وهي مرحلة تسجيل الرغبات، والنهاردة هنعرف ازاي هنسجل الرغبات ونملى رغباتنا بشكل صحيح وبدون أخطاء. طبعا أول حاجة بندخل على الموقع ده www.tensee.egypt.gov.eg. طبعا انا لو دخلت دلوقتي قبل يوم السبت 22/8 اكيد هلاقي الرسالة دي، هو ان التسجيل مغلق. طبعا لان التسجيل شكل ما احنا عارفين هيبدأ يوم 22/8 اللي هو يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، ولكن تحت ممكن الاقي معلومات عن المجموعات العلمية والأدبية قبل كده في السنين اللي قبل كده أو في السنة اللي فاتت عشان هاخد خلفية عن الحد الأدنى للكليات والمعاهد السنة اللي فاتت. طيب لما يفتح التسجيل إن شاء الله، طبعا لما يفتح التسجيل هدخل طبعا هلاقي إن التسجيل مفتوح. طبعا لما أدخل على الرابط ده هيديني الخطوة الأولى دي. طبعا الخطوة الأولى هيديني النافذة دي فيها شهادة الثانوية. طبعا المفروض ان انا بختار، طبعا لما اجي اختار هيظهر لي واحد من الاثنين دول، اما الستيم او الثانويه العامه. طبعا وفي الغالب هيكون الثانويه العامه، هضغط طبعا على الثانويه العامه. طبعا بعد ما اختار مدارس الثانويه العامه بيبدا يديني صفحه، الصفحه دي المفروض ان انا بملى فيها الخانه الاولى وهي رقم الجلوس، وبعد كده بكتب الرقم السري. ايه هو الرقم السري ده؟ طبعا بعد ما اجيب الاستماره بتاعة النجاح من المدرسة بلاقي ان الرقم السري ده كاتبهولي اسفل الشهادة، هو ده الرقم اللي انا بكتبه. طبعا الرقم ده اوعى تديه لحد، لان اي حد معاه الرقم ده ومعاه رقم جلوسك ممكن طبعا يغير رغباتك في اي وقت، فعشان كده اوعى تدي الرقم ده لاي حد انت مش واثق فيه. بعد ما اكتب رقم الجلوس والرقم السري هبدأ اكتب الرقم التأكيدي اللي موجود تحت، وبعدين اضغط هيديني الصفحة دي. طبعا النافذة دي هيكون مديني فيها كل البيانات الخاصة بي، سواء الاسم سواء المجموع، ولو لقيت اي خطأ ممكن اتصل بالرقم اللي هو مديهوني تحت عشان ابدأ اصلح في اي خطأ كان موجود. طبعا مفيش اخطاء هبدأ ادخل على الخطوة اللي بعدها. النافذة اللي بعدها هيبدأ يديني الرغبات، والرغبات هنا بتبقى على حسب حاجة من الاتنين، يا إما على حسب التخصصات يا إما على حسب الجامعات، وفي الغالب طبعا احنا بنختار التخصصات. طبعا لما بختار التخصصات وليكن مثلا كلية طب أو كلية صيدلة أو كلية هندسة، بيبدأ يجيب لي كليات الهندسة على حسب النطاق اللي أنا موجود فيه، والنطاق ده بيكون ألف أو ب أو جيم. طبعا هنا لازم اختار من الف الاول وبعدين ب وبعدين ج، ما ينفعش ابدا ان انا اختار ب قبل ما اخلص الف او اختار ج قبل ما اخلص الف وب. وطبعا لو انا اخترت ب قبل الف او ج قبل الف وب هو كده كده بطبيعة الحال هيديني ان الاختياري بتاعه خطأ، ولازم تراجعه تاني، يعني تختار على حسب الترتيب اللي موجود عندي. طبعا لو الكلية اللي انا داخلها فيها اختبار قدرات، لو انت بتملاها هيقول لك اتأكد ان انت اديت او اجتزت اختبار القدرات. طيب امال ايه حكاية الاسهم والاكس اللي موجودة على اليمين دي؟ طبعا الاسهم دي لاعاده الترتيب، يعني لو انا عايز اعيد ترتيب رغبه من رغباتي اطلعها لفوق بتك السهم اللي طالع لفوق، لو انا عايز انزلها لتحت بتك على السهم اللي نازل لتحت، لو انا عايز احذف الرغبه خالص بدي اكس بيحذف لي الرغبه تماما.
بعد الانتهاء من ترتيب الرغبات، وهنا تنبيه، لازم املى كل الرغبات. يعني ما ينفعش املى جزء واسيب جزء، لازم كل الرغبات اللي عندي دون استثناء تتملى، حتى لو كان مجموعي هيجيب رغبة من اللي فوق، لا لازم املى كل الرغبات عشان تتم عملية التسجيل بنجاح. بعد ما خلصت ترتيب الرغبات هبدأ أدي الخطوة التالية، ولما أدي الخطوة التالية هيبدأ يجيب لي الرغبات اللي أنا مليتها مترتبة ومترقمة على حسب ترتيبي أنا، وهتلاحظ إن هو كاتب لك فوق اضغط هنا لتعديل الرغبات. يعني الصفحة دي لو أنت عايز تعدل الرغبات بتضغط على اضغط هنا لتعديل الرغبات، فبيرجع لك للرغبات تاني وتقدر تعدل فيها براحتك شكل ما أنت عايز. اما لو اتأكدت من ترتيب الرغبات بتاعتك هبدأ انزل تحت في الصفحة، هلاقي مديني خانات، الخانات دي لازم املاها عشان اكمل تسجيل الرغبات. طبعا هو كده كده مديني رقم الجلوس، هبدأ انا اكتب برقم الهاتف في الخانة دي، وبعد ما اكتب برقم الهاتف هبدأ اكتب الرقم القومي بتاعي، وبعد ما اكتب الرقم القومي بتاعي هبدأ اكتب البريد الالكتروني طبعا الخاص بيا اللي هيجي لي عليه اي حاجة خاصة بنتيجة التنسيق، وبعدين هبدأ اكتب الرقم السري اللي موجود في استمارة النجاح اللي انا جبتها من المدرسة، وبعد ما اكتب الرقم السري هبدأ اكتب الرقم التأكيدي اللي موجود تحت، وبعد كده هضغط على الخطوة التالية. لما اضغط على الخطوة اللي بعدها كده هكون اتممت عملية تسجيل الرغبات، وهنا ممكن انا اطبعها بشكل مباشر او ان انا احفظها عندي على الحاسب بتاعي عشان لو انا احتجتها بعد كده. ودي هي الطريقة اللي انا بسجل بيها رغباتي بشكل صحيح وبدون اخطاء. اتمنى لكم التوفيق جميعا، السلام عليكم.